أهلا بكم مشاهدينا لمتابعة هذه التغطية المفتوحة من المواجهة المفتوحة. فالتطور الذي يعني شغل الدنيا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم كان بالرد الإسرائيلي، رد جيش الإسرائيلي على الاستهداف الإيراني السابق. هذا الرد الإسرائيلي طال منشآت لتصنيع الصواريخ ومقذوفات وصواريخ أرض جو وقدرات طهران الإضافية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وفقا للدفاع الجوي الإيراني دون استهداف مواقع للنفط وأخرى نووية أو مدنية. وبين تأكيد إسرائيل نجاح العملية هناك بعض ونفي إيران لذلك بطبيعة الحال، هناك بعض الأسئلة المطروحة، منها كيف نفذت إسرائيل هذا الهجوم؟ لماذا استهدفت القدرات الجوية والصاروخية في إيران؟ وأيضا لماذا لم يتم نشر أي فيديوهات من قبل الجيش الإسرائيلي للأهداف التي قام باستهدافها؟ سيكون معنا لمحاولة بداية رؤية المشهد العسكري كيف كان فجر هذا اليوم دكتور سيد غنيم الخبير العسكري والاستراتيجي معنا في الاستوديو. مساء الخير دكتور سيد، أهلا بك معنا إلى هذا التغطية. وأبدأ مع حضرتك من خلال رؤية شاملة عسكريا كيف كانت هذه الضربة؟ أهلا بك فندم مرة ثانية. طبعا خليني أمهد أولا بالآتي، أن هناك كان سقف عالي جدا لإسرائيل بعد ضرب أول أكتوبر من إيران، وكان في محاولات من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا وبعض الداخل الإسرائيلي لتقليص هذا السقف. إذن المبدأ سقف عالي للرد يشمل عدة أهداف تعرضنا ليها، في إجمالها أهداف عسكرية، أهداف نفطية، أهداف نووية، قيادة وسيطرة وما إلى ذلك. محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لعدم اتساع دائرة الحرب والانتخابات كانت تحاول تقليص الضربة قدر المستطاع. هذا هو التمهيد الأول. التمهيد الثاني أن إيران التي كانت قالت بعد أول أكتوبر أن حالة إسرائيل لن ترد فلن نرد مرة أخرى، ثم بدأ شيء من التنازل، إذا لم يكن الرد قوي فلم نرد، وأخيرا قالت قبل الضربة بيوم واحد تحديدا إذا لم يتم اغتيال شخصيات هامة أو ضرب بنية تحتية نووية أو بنية نفطية فلن نرد. من كل هذا المنطلق ومع حسابات إسرائيل وجدنا الآتي، أنه نفذ بمية طائرة على ثلاث موجات، نسميها ثلاث هجمات جوية، خلال ضربة جوية كاملة نفذ بها ثلاث هجمات. أتصور أن الأولى كانت بنسميها سواب أو كنز، عادة بيكون بثلث قوة القتال في الأساس، مبني أساسا على الاعتراض والحرب الإلكترونية وليس على القذف في الأساس، جزء منه أكيد. هذا مجموعة السواب ممكن أن يكون من ضمنها، ممكن جزء سواب وجزء مقاتل قاذف، يعني يضرب أهداف أرضية، لا يقل موضوع قوة الاعتراض عن تلك القوة التي تطير في نفس الوقت. لذلك كان يتم ضرب في البداية أو أثناء الضرب أهداف في سوريا والعراق، تلك هي الدفاعات الجوية فضلا عن الشوشرة الإلكترونية التي تمتلكها الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، لكي تكون تمهيدا للموجتين التاليتين لا تواجهها اي دفاعات جويه، انا بتكلم غير ايرانيه. نعم. اصلا في الطريق. هذا هو الامر الاول. كان الاستهداف مركز على الاتي، على ليس فقط الصواريخ البالستيه او قواعد الدرونز او البنيه العسكريه بشكل عام التي تنتج نيران، مصادر نيران مؤثره على اسرائيل وليست مصادر نيران قريبه. فضلا عن مصادر النيران الدفاع الجوي الصاروخي، يعني أنا بضرب الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي يحرمه من التصدي لما هو آت مني قريبا أو آجلا وسأتحدث عنها فيما بعد، وفي نفس الوقت أي مصادر نيران له تضربني في عكر داري. أنا كإسرائيل بفكر كده، اللي هي الصواريخ البالستية في الأساس والدرونز. ضرب أيضا، اتضح الآتي، أنه كان ضرب له في إبريل رادار من ضمن خمس رادارات صاروخية S-400، يعني كان عندنا معلومات إن في S-400 وكانت غير مؤكدة الحقيقة داخل إيران، هي لديها S-300 ولديها شهاب وثاقب وصياد، أنواع من الدفاعات الجوية التي
فاعلة أو تحدث فعلا تأثير حالة تنفيذ ضربة إسرائيلية. هذه المرة طبقا لما هو ما نتخيله وما تداول بعض الشيء ربما ما زال حتى الآن بشكل غير معلن، أنه ضرب هذه المرة باقي الرادارات الأربعة من الخمسة عفوا من الاس 400 بالضبط، فضلا عن استكمال تدمير الاس 300. ليس هذا فقط وهو الأهم بالنسبة لإسرائيل، أنه استهدف أيضا اللي هي الصواريخ الباليستية المؤثرة على إسرائيل والدرونز القواعد اللي هي القوازف الخاصة بها وأماكن دواقي تلك الصواريخ، ولكن أيضا القاعدة الصناعية. هذا مهم للغاية وهو يعطيني مؤشر فيما بعد ممكن أنا أصل إليه. إذن من وتمت الصناعية العسكرية، نعم عسكريا أنا كان كله عسكريا الآن، وممكن أربطه سياسيا لأنه مهم جدا ربطه سياسي فيما يخص خاصة الولايات المتحدة وإيران كحكم سياسي. هناك إسرائيل تخطط في هذا الاتجاه، هذا موضوع مهم للغاية في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، ليس بعيدا جدا، أنا أتحدث عن عام، نعم. يعني المتوسط أشهر القريب ما قبل الانتخابات أو وقت الانتخابات. فهي أعتقد بنت خطتها بهذا الأسلوب وبهذا التركيز. لم تعلن الفيديوهات أتصور الآتي، أن إسرائيل مصرة على شيء إحنا مش بنعمله، الفعل وليس الكلام. يعني أنا هضرب، مش هوضح حتى الآن على الأقل، أتأكد من نتائج الضربات، لأن أنا لا يهمني إرسال رسائل الآن ولا يهمني تعليم دروس ولا هو في خطة أنا بقول لحضرتك عليها، أنا متخيله هو بيفكر إزاي، لابد من الانتهاء منها بحد أقصى أتصور خلال عام بحد أقصى أو أشهر بحد أقصى، وفيها ارتباط بمن يحكم هنا ومن يحكم هناك. فإذا نجحت أن من يحكم هنا قريبا مني أقصد إيران ليس مناوئ لي، الخطة تهدأ تماما. لم أنجح ومن يحكم هناك إذا كان ترامب، الخطة تستكمل. نعم. تستكمل وهو ما أريده، وهو مرتبط بما دمرته في القدرات الإيرانية حتى الآن. لا أقول أن إيران صادقة أو كاذبة، لا أقول أن إسرائيل صادقة أو كاذبة، لا يعنيني عن نفسي ما يجري عمليا وميدانيا، ما يخطط له وما تم الآن وما سيكشفه الذي سيحدث على المدايات كما قلت لحضرتك خاصة القريب والمتوسط. نعم. طيب حضرتك كما شاهدنا وحضرتك أكيد تقدر تنورنا أكثر، لماذا تم استهداف فقط القواعد العسكرية الجوية دونا عن سواها؟ ماذا يعني ذلك القدرات الجوية؟ يعني اللي أنا متخيله ليس فقط أن القواعد العسكرية الجوية والدفاع الجوي بما فيها الدفاع الجوي الصاروخي والقدرات الصاروخية بعيدة المدى والدرونز، يعني كله جوي كله مرتبط. ما هو السبب لأن ما فيش تلاقي على الأرض عشان يكون قدرات برية أخاف أنا أخشاها كإسرائيل من إيران، لأنه مش هيقابلنا يعني بسبب الجغرافيا البعد الجغرافي تمام. فأنا تركيزي ما سيؤثر عليا، وهنا الموضوع ده جيوسياسيا مهم للغاية. لذلك نجد دائما أنا كإسرائيل وأنا كإيران أريد السعودية عفوا فندم العراق والأردن لجانبي، لأنهم المجالات الجوية الذي يستخدموا هذا وذاك. بمعنى لو أنا الأردن والعراق معي أستخدم المجال الجوي لهما لصالحي في الضرب، والآخر عندما يضربني يكون ضده في الصد المفروض، هذا هو الآخر. إذن الأساس هو بعد نيران يبنى عليه كل الأشياء. نعم. بالنسبة يعني نوع الأسلحة التي استخدمت في هذه الضربة، هل شفت حضرتك أنها تتناغم أو تتلاقى مع الأسلحة التي أطلقتها إيران على إسرائيل في الضربة الأخيرة؟ أعتقد أنها ترتبط بالأهداف الإسرائيلية أكثر وبالنوعية التي أطلقت منها. يعني أنا ضربت بالطائرات في الأساس 100 طائرة زي ما قلت لحضرتك، 100 طائرة على الأقل كل طائرة منهم يعني هنشيل منهم زي ما قلنا مجموعة السواب أو الاعتراضي. لو تخيلت أن الاعتراض من عادتنا فندم الطائرات متعددة المهام، تلك الطائرات حتى في جميع أنحاء العالم الآن طائرات القتال باسمها قتال ليست مقاتلة اعتراضية فقط، وهي أحد يعني تقاتل يعني حماية جوية تقاتل ضد طائرة أخرى، وقصف هجوم أرضي واستطلاع إلكتروني وإعاقة إلكترونية وأهداف أخرى أو مهام أخرى.
الطائرة اللي بتنفذ الاعتراض عادة لا تنفذ قصف هجوم أرضي عادة. إذا لو قلنا أن تلت القوة لم ينفذ هجوم أرضي، لدينا أكثر من 60 إلى 70 طائرة نفذوا قصف هجوم أرضي. لو كل صاروخ، لو كل طائرة ضربت صاروخين، صاروخين فقط يعني قنبلتين أو صاروخين، سواء ما نسميه أنه صاروخ باليستي يطلق ثم يأخذ المسار الباليستي في الجو ثم يضرب أهدافه، أو القنابل الانزلاقية وطبقا للمدى التي ضربت منه، هذا مهم للغاية حتى لا تدخل. هي طبعا عملت إعاقة وشوشرة زي ما قلت لحضرتك على الرادارات الإيرانية وربما العراقية والسورية كذلك قدر المستطاع، ولكن في نفس الوقت ضربت عن بعد لتتفادى أي اعتراض، وربما إيران لم تعترض. فنقول الآتي، إنهم لو ضربت كل طائرة صاروخين يعني 70 طائرة متبقين أو 60 على الأقل متبقين ضربوا 120، لو 120 على 20 هدف يعني كل هدف تلقى 6 صواريخ أو 6 قنابل الأنواع. ماذا لو يضرب في البداية عشان يتغلب على الرادارات في البداية؟ يهمني أو القواعد الجوية، يهمني جدا لماذا القواعد الجوية سوف تتصدى لباقي الموجات ولموجاتي هذه. بيبقى الإعاقة الإلكترونية عليها عامل كبير جدا. الأمر الثاني عشان الرادارات اللي بتكتشفني ما تشوفنيش، اللي هي التعمية الرادارية. والأمر الثاني أن أنا أضرب تلك الرادارات، الرادار ضربه مش بالسهولة التي نتخيلها، أنه وظيفته اكتشاف الصاروخ في الأساس ثم يوجه، وممكن أيضا ليه وسائل حول الرادار لتشتيت هذا الصاروخ. في صواريخ، عارف حضرتك صواريخ هيرمز بنتكلم عنها، الأرض أرض عدلت بشكل معين تضرب، في صواريخ اسمها هرب دي بتتعامل مع الرادارات بشكل جيد. بعد ذلك تدخل بقى أنواع الصواريخ والقنابل، معظمها مثل الجي بي يو اللي هي تخترق الأرض وتضرب أهداف في أعماق ولو قليلة نسبيا، دي مختصة بالقاعدة الصناعية وبالصواريخ الباليستية وبقواعد الدرونز المعادية وكذلك القوات الجوية. القوات الجوية الإيرانية التي تملكها يهم إسرائيل بالتأكيد أنها ما تطلعش من مطاراتها، ليس فقط بالإعاقة والشوشرة ولكن أيضا بالضرب عن بعد. في نقطة، أنا حتى الطيار لما بيضرب زي زملائنا الطيارين معلمون الحقيقة المقاتلين بالذات، بيعمل حاجة بيقرب لمسافة معينة خارج نطاقات الدفاع الجوي. عارف حضرتك الصواريخ المحمولة على الكتف دي خطيرة جدا، وبيكون على ارتفاع عالي، يعني يكون مسافة أفقية بعيدة نسبيا ممكن تصل من 30 إلى 40 ميل 60 ميل، وطبعا قدرة صاروخه هيجيب، الصاروخ اللي هو يملكه هيجيب، وبيطلع على ارتفاع عالي ما يقلش عن 6 كيلو يعني آلاف عشرات آلاف الأقلام. عالي جغرافيا مثل الجبل بالضبط، ارتفاع عن سطح البحر عالي جدا كده، يبقى ضمن انه ايضا خارج اللي هي اي قاعده صاروخيه، شبكه صاروخيه مع مختلف اللي بتاعت المنخفض والمتوسط انخفاض، المنخفض جدا مثلا انه ما يبقاش في مجاله فيتعرض لضربه لم يكن يتوقعها. تلك التكتيكات. اذا نوع الذخائر هنا شوف حضرتك مختلف ازاي، وبيرتبط بالمناورات ونوع الطائره التي سيضرب بها، يعني كيفية الاستخدام، ماذا سيستخدم ومن أين سيستخدم، مرتبط بالمهمة نفسها ونوعية الطائرات ومن أي مسافة والمجال الجوي. المجال الجوي إسرائيل بتعتبره معادي، بمعنى خاصة سوريا والعراق. هنا نلاحظ نقطة مهمة جدا، أين الدفاع الجوي الروسي؟ أتصور أنه لم يشترك ولم يضرب أيضا. رح نحكي بموضوع روسيا طبعا. أيضا بهذا الموضوع، ولكن اسمح لي طبعا أنا لا أدعي الفهم كثيرا بالموضوع العسكري، ولكن هل ما يعني حضرتك عم تشبهنا إيه؟ أتى إلى ذهني الصورة لما كانوا الفيتناميين يحاربوا الأمريكان بالمحمول على كتفهم ويطلعوا يضربوا الطيارة، بس هذه كانت هليكوبتر وما إلى ذلك. هل هذا يعني قريب نوعا ما من نفس المشهد؟ هذا ما تجنبوه. نعم. لم يعطوا، شوفي حضرتك ما هي دي النقطة، التكنولوجيا مهما تطورت احنا كنا نعلم جنودنا برغم عندنا الجي بي اس اقول له التزم بالبوصله العاديه اللي في اليد. نفس الحكايه، ما اقولش التيار لهذه الدرجه، مهما تطورت التكنولوجيا التي لديه بيستخدمها ايضا لتفادي الاسلحه التقليديه التي يمكن ان تصل له من حيث لا يتوقع كان يتخيل. فلذلك هنا بيتفاداها زي ما قلت لحضرتك، ليس بالاعاقه والشوشره فقط ولكن بالمناوره، مكان يعني مسافه الضرب مين ومينه، الارتفاع اللازم كده، بقى انا حيدتهم حتى من غير ما اضربهم، لان انا يهمني
قواعد الصواريخ بنسميها الصواريخ الاستراتيجيه لا. الاساسي، حتى يقول لك انا تخصص الصواريخ في الدفاع الجوي اللي هو الاستراتيجي، اللي هي زي ما قلت لحضرتك الصواريخ المضاده للطائرات الشديده التاثير، الصواريخ المضاده للصواريخ او الصواريخ العابره سواء الجواله او الباليستيه التي قد تؤثر عليها في اراضيها. نعم، انا سمعت وقرات عدد من المحللين وعدد من المقالات اليوم، يعني مش كتير متفقين الكل أنه هذه الطائرات الإسرائيلية اخترقت الأجواء الإيرانية، دخلت لتقصف أو أنها قصفت عن بعد. أعتقد أنها عن بعد. أعتقد. نعم. لماذا؟ طالما عندي القدرة فلا داعي من الاقتراب. يعني أنا أدخل لي المجال الجوي. في نقطة مهمة جدا، أنا كإيران طبعا برضو طائراتي لديها القدرة على القتال، أنا كإيران القتال عن بعد، يعني ما هيش طائرات عمياء، لا لديها قدرات معينة، هي لديها، هي طبعا قديمة نسبيا زي الاف الأربعة القديمة زي الأمريكية حتى موجودة لديها بعض الطائرات الروسية الموجودة حاليا مع كفاءة الطائرات. وبالمناسبة ما ينفعش تقول طائرة مثلا ميك 29 مثلا بدي أي رقم أمام طائرة F-16 بلوك كام؟ هل بلوك 50 60 70 اللي هو يعني الطائرة نفسها؟ طبعا تختلف تماما، تختلف في القدرة وما إلى ذلك. فأنا كإسرائيلي بتفكر إن أنا أخرج من مجاله عشان هو كمان ما يضطر، أنا عارف إن هو مش هيخرج من مجاله الجوي، مش هيقدر يخرج برا، منزل يسمح له بذلك. والقدرات الرادارية الإسرائيلي بيفكر بهذا الأسلوب، وليه أضحي بالطيارين بتوعي أنا كإيران بقى؟ أضحي بالطيارين وبالمقاتلات طالما لم تدخل المقاتلات المعادية في أرضي أو في مجال الجوي على الأقل، أو في نسميها الحدود الإقليمية على الأقل، لماذا أخرج يعني أخرج لها؟ لو تخيلنا عن طريق البحر فوق مضيق هرمز، وإن كانت المياه الإقليمية لكل دولة ماذا وكيف وما إلى ذلك، تلك التعقيد لا داعي منه طالما أنا أمتلك القدرة للقتال من الخارج. كما أسلفت حضرتك وكما كنا عم نتابع خلال ما يقرب من شهر الآن، كان دائما هناك تحذير لإيران من أن لا ترد حتى لا يتسع الصراع، وبالفعل إيران أعطت بعض الإشارات سواء بشكل رسمي أو بشكل بين السطور بأن الضربة إذا لم تكن موجعة أو إذا لم تمس يعني بقدراتها النووية مثل ما حضرتك تفضلت أو النفطية أو حتى بشخصياتها الكبيرة، قد يمكن لها أن تبتلع الضربة وتحتفظ لنفسها بحق الرد لاحقا. هل برأيك الضربة التي نفذتها إسرائيل اليوم كانت لتضمن أو لتشل قدرة إيران على الرد بنفس الأسلوب الذي كان سابقا، لتضمن بالتالي عدم الرد الإيراني والتزام طهران بعدم الرد؟ ده سؤال مهم جدا، وده يرجعني فكرة ما قلت لحضرتك تخطيط المدايات القريب والمتوسط والبعيد. هقول لحضرتك، خليني أفكر مكان إيران ومكان إسرائيل. هل احنا متفقين الان مع حضرتك والسادة المشاهدين ان من يريد التصعيد هو نتنياهو، هو نتنياهو الذي يريد ان يجعلها حرب شامله بمعنى الكلمه، تورط امريكا فيها زي ما زيلينسكي عايز يورط امريكا او الناتو ضد روسيا وهكذا. ايران هل هي موافقه على ذلك؟ لا. هل ايران يهمها بس يمكن روسيا تدافع عنها معاها باي شكل، لكن مش عايزه تورط روسيا في حرب شامله ويلا بينا نلعب يعني؟ لا، الموضوع مش كده خالص. اذا الذي يريد التصعيد هو الجانب الاسرائيلي، هذا البند الاول. اذا دعينا نفكر، انا لو مكان ايران واملك من معلومات ما لا نملكه نحن او اي من هو خارج ايران حتى لو كان اسرائيل، هنتصور ان الضربه قويه اللي هو الاحتمال الأسوأ وانها شديده التاثير. طالما اسرائيل لم تعلن، خليني أنا كمان لا أعلن وأمتص الضربة وأقول أنا اللي انتصرت وما حققتش أي حاجة وما ردش، لأن أنا لا أريد أن أصعد. افتكر حضرتك لا. هذا السطر، هذا أول بند. طب إذن إحنا بنفترض الآن الاحتمال الأسوأ أن إسرائيل ضربتها كانت موجعة. موجعة لماذا؟ هل هي بالفعل كما أنا ذكرت أنني أتخيل أنه يخطط بهذا الأسلوب دائما يا فندم، نخطط على نجاح. أنا دلوقتي أتحدث عن إيران، ما هو نجاحه؟ أتحدث عن إسرائيل، ما هو نجاحه؟ النجاح هنا من قام بتنفيذ نجاحه الآتي. هل بالفعل أثر على فاعلية أهم شيء عنده الدفاع الجوي الإيراني والقدرات الجوية النيرانية المؤثرة على داخل إسرائيل، خاصة القدرة على التصنيع مرة أخرى؟ لو هو فعل ذلك يبقى انا عندي امرين. الامر الاول ان مجالك الجوي اصبح مستباح لي في اي وقت،
وهو ما قاله الإسرائيليون بأنه صار عندهم هامش أكبر بالمجال الجوي الإيراني. لمدة قد إيه؟ هنا ده اللي قلت حضرتك القريب والمتوسط والبعيد، وهقول لحضرتك قصدي إيه. فأنا أتخيل أنه لمدة معينة لا أحد يعلمها إلا إيران، هي التي ستصلح وتستعيد الكفاءة بما لديها من قدرات أو تريد استرادها. خدي بال حضرتك دي نقطة مهمة علشان تستعوض ما فقدته الذي يمكنها من القدرة مرة أخرى على الدفاع عن مجالها الجوي وأراضيها، والأمر الآخر على توجيه ضربة قادرة عليها زي ما حضرتك قلتي. طيب الأمر الثاني، أنا بالنسبة لي أنا كإسرائيل أربط الزمن بناء على ماذا؟ لو قلنا أن الزمن مربوط بالقريب اللي هو ما قبل الانتخابات أو بعدها الأمريكية، هذه الفترة يعني حتى شهر واحد، عندنا في احتمالين، أن ينجح الديمقراطيين أو ينجح ترامب، مش قصدي الجمهوريين، ترامب تحديدا. نتصور جميعا أن ترامب مع إسرائيل في أي شيء، واعملوا اللي أنتوا عايزينه أنا هوقع بس مثلا، يعني أنا أفترض ذلك، يبقى المدى القريب يزيد شوية شهور. نعم. إن أنا ترامب ياخد وضعه وارجع أضربك، وإنت بشرط تكون في خلال تلك الشهور غير قادر على استعادة كفاءتك. طب لو الديمقراطيين نجحوا، أنتوا نجحكم مالكمش حجة، وأنا مش هطول المدة وهضرب فورا، مش هعتمد عليكم توافقوا لي. طب ترامب لو نجح المدى هيزيد ربما وقد يصل لشهور كما قلت، بشرط ألا يترك إيران أو يتيح لها الفرصة من الوقت أن تستطيع أن تتحصل ما تستعيد كفائتها. لأنني متوقع، أنا مش بضرب لك الدفاع الجوي علشان تعيد إنشاءه تاني، مش بضرب القدرة، أنا بتخيل نجاح ضربته، مش بضرب قدراتك الصاروخية اللي تقدر تضربني بيها عشان تعيد كفائتها تاني. نعم. أنا بضربها علشان ناوي أضرب المفاعل النووي بتاعك، البرنامج النووي والقدرات النفطية. الحاجة الأخيرة النظام، إذا تغير النظام الحاكم الإيراني لست بحاجة لضرب كل هذا، وهو هدف استراتيجي لنتنياهو تحديداً، إسقاط النظام الحاكم في إيران. إذن هنا دخلت العسكرة التي تجري على الأرض من أجل أهداف السياسة.